كانت اليوم دعوة للقاء حول دور المرأة في بناء الحضارة، لقاء ساهمت في تنشيطه إلى جانب الأستاذة نعيمة بن عيش، وهو اللقاء الذي حضره عدد من الشبان فتيان وفتيات شابات وشباب من الذكور. تناولنا فيه قضية المرأة إذا شئنا القول ودورها وإسهامها في بناء الحضارة. سمح بطبيعة الحال هذا اللقاء بفتح نقاش كبير حول يعني أوضاع النساء في المغرب، إشكالية التمييز، مسؤولية الأسر، مسؤولية المرأة، مسؤولية المؤسسات، يعني مداخل الإصلاح، مداخل النهوض. أولا النهوض بأوضاع المرأة، ولكن كذلك بالنهوض بأوضاع المجتمع بشكل عام. ما يمكن قوله هو أن هذه اللقاءات في الحقيقة هي لقاءات تسمح أولا إذن بالنقاش، وتسمح بالتفاعل، وتسمح بجس نبض ما يفكر فيه الشباب اليوم وأهم الانشغالات والقضايا التي تشغلهم. وهذه اللقاءات أولا فيها جس نبض الشباب، ولكن في نفس الوقت هي تفاعل. هدف منه أنا شخصيا بالنسبة لي هو يعني المساهمة في وضع الحجر في بناء بالتأكيد هو صيرورة ممتدة في الزمان لا بد وأن يساهم فيه الجميع. والهدف نهاية المطاف هو التنوير، هو الفتح يعني الآفاق حول القضايا التي تشغلنا، وحول المعرفة بشكل عام، وحول الإسهام في ترقي هذه المعرفة. وخاصك إعادة التفكير في المصطلحات، إعادة التفكير في القيم، إعادة التفكير في الإشكالات اللي كتعاني منها المرأة وكيفاش ممكن نحلوها. حنا كندافع على حقوق المرأة وكنهمو الرجل وكنقول المرأة تستغى على الرجل، بينما نحن كندافع على المرأة باعتبارها إنسان، بأن الرجل إنسان، وبالتالي نسعى إلى نفي الكنه الأنثوي الرجولي الذكوري النسائي وما إلى ذلك، وإنما إلى إعطائهم يعني فكرة موحدة وهي إنسانية. نجي للبقرة العريفات اللي لسه في الشعر العلمية قبل 10 بخمي 10 الأولين في العمومي و 10 الأولين في الخصوصي، كذلك في الشعر الأدبية قبل 10 في الخصوصي و 10 الأولين في العمومي، هذا 40 وقد كتب سنتين و 7 دبائر. طبعا الإنسان في أي مهنة سواء كان مهندس أو طبيب أو حتى مهنة حرفية نجار ولا كيف ما كان، تلزمه ثقافة، وثقافة اللي يمكن تمكنه من القيام بالأدوار ديالو كمواطن كإنسان. فكنشكر الطلبة القائمين على هذا العمل التثقيفي للطلبة بكل ما يتعلق في شؤون المجتمع، منها قضايا المرأة أو القضايا النسائية في المجتمع والإشكالات المتعلقة بمناقشة هذا الموضوع الذي ما زال يفتح، رغم أن رصدت له أكبر عدد ربما من المؤتمرات في القرن 20 و 21، وأكثر الندوات في العالم، وأكثر التنظيمات، وأكثر الأموال التي صرفت على هذا الموضوع، إلا أنه ما زال مفتوح، ويبدو أن في المجتمع ومع الشباب أيضا ما زالت الحاجة قائمة لفتح هذا الموضوع لمزيد من الإغناء والإثراء. المحاضرة الختامية الملتقى لحضرات هذا العام اللي شال شعار الحمل شعار المرأة كانت بعنوان دور المرأة في النهوض الحضاري، كانت ضيفتان الأستاذة نعيمة بن عيش والأستاذة لطيفة بوحسيني. كانت يعني محاضرة مثمرة بشكل كبير، هناك تكامل وتواصل وتفاعل بين كلتا المحاضرتين، كان هناك الحضور الكثيف والتفاعل من قبل الحاضرين. كانت محاضرة جد مثمرة بالنسبة لمحاضرة ختامية لأعمال هذا العام. نتمنى إن شاء الله أن نبدأ العام القادم بمحاضرة أقوى من هذا العام. هذا تقصدين بالنقل بدل العقل، ثم أشرت إلى أن لا بد من إصلاح ديننا. نحن كنناقشوا واش الإسلام يدافع عن قضايا المرأة ولا هو يهين المرأة ويكرمها. يبدو لي أن النقاش اليوم يجب أن ينزل إلى النقاش الواقعي والطرح السوسيولوجي الأنثروبولوجي في الموضوع. أنا كنظن أن خصنا نبني توازن بين العقل والنقل، مرة أخرى يبرز من خلال هذا اللقاء التحدي الذي ينتظر الشباب. فكل واحد من المتدخلين ينظر الإنسان إلى التفاصيل عبر المصورات، كل واحد أكد على أن العلم والمعرفة هو المنطلق للنهوض الحضاري بالنسبة للإنسان ذكر أو أنثى. ونحن نريد أن نبين أن المعرفة والعلم
عندها علاقة بين ما يسمى ما تحدث حوله بين العقل والنقل. فالنقل هو وحي، وهو يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة بالوحي للإنسان للعقل، فالعقل يستفيد من الوحي ولابد أن يعمل ويجتهد انطلاقا من هذه التوجيهات الربانية لكي يسعد حياته في هذه الدنيا الحالية. فنحن هذا الأمر الذي نريد أن يفهم الشباب، عليهم أن يفهموا العلم، علم الثوابت، علم النصوص فهما جيدا، وفي نفس الوقت أن يعوا ما هو العالم الذي يعيش فيه والوقت، الظرف التاريخي الذي يجتازونه، والعلاقة بين هذا وذاك هو التحدي الذي أنا أراه لابد أن يفهمه الشباب في هذا العصر وفي هذا الوقت في اليوم وبالنسبة للمستقبل الذي ينتظره.